أهلا ومرحبا بكم معي من جديد في قناة الطبخ البيت مع أفكار. اليوم غادي نشارك معكم حلوة لاكريم أو تورتة اللي منعشة ديال هاد الجو ديال الصيف. نقدر نحضروها في مناسبة النجاح أو أعياد الميلاد. نتمنى إن شاء الله تنال الإعجاب ديالكم وتجربوها، ونبقى مع المقادير وطريقة التحضير إن شاء الله. بالنسبة للمقادير غادي نحتاجو 6 ديال البيضات، 7 ملاعق سكر سنيدة، و7 ملاعق ديال الحليب، و7 ملاعق ديال الدقيق، و7 ملاعق ديال الزيت. غادي نبداو اول حاجه نديرو سكر سنيده وسكر ديال الفانيلا والبيض، غادي نضربوهم جيدا حتى يتضاعف الحجم ديالهم ويرجع اللون ديالهم ابيض، عاد باش نزيدو نضيفو باقي المكونات. بعد ما ضربنا البيض مع السكر سنيده حتى تضاعف الحجم ديالو، غادي نضيفو دابا الحليب والزيت، نضيفوهم غير بشويه باش ما نطيحوش الهواء اللي دخلناه للبيض، ونرجعو نضربوهم حتى هما ولكن ماشي بالسرعه اللي ضربنا بها البيض، نخفضو شويه السرعه ونضربوهم غير واحد شويه ونزيدو لهم الدقيق. بالنسبه للدقيق غادي نغربلو، واخا يكون مغربل نزيدو نغربلو باش هكا يجينا الجينواز ولا الكيك يجينا مهوي لداخل. غادي نضيفو على 3 ديال المرات وكان نخلطوه كما العاده من التحت هكا الفوق غير بشويه باش ما نطيحوش داك الهواء اللي دخلناها للبيض، ونزيدو لهم الخميره ديال الحلويات، كيس ديال خميره الحلويات. دوسه باش ما يطيحلناش الجينواز ديالنا ويجينا ناجح هو اننا الدقيق نضيفوه على 3 ديال المرات ونغربلوه باش هكا يجينا داخل مهوي، ومن نكونو كان نخلطو يعني نخلطو غير بشويه باش ما نخسروش الجينواز. صافي انا غادي نستمر بحال هكا تنكمل الكميه ديال الدقيق اللي عندي، وغادي نضيف الخميره ديال الحلويات وغادي نوضعها في الصينيه ديال الفرن. بالنسبه للصينيه ديال الفرن اللي عندي انا هنا شويه كبيره، ثم استعملتوها في شي وحده اللي دائريه غتكون احسن. انا اختارت اليوم غادي نديرها على شكل مستطيل. المهم غادي ديروا لها بحال هكا وغادي تدخلوها الفرن. بالنسبه لمده الطهي بحال الكيك يعني كنديروا الفران يكون على نار مهيله. هنا من بعد ما طابت كتجي بحال هكا، خصنا نخليو اللون ديالها يكون ذهبي، كتجي خفيفه بزاف كما كتشوفوا بحال هكا، كتجي خفيفه وهشيشه. غير تبعوا هاد المراحل ان شاء الله غادي تنجح معكم جينواز تولي عندكم معتمده هاد الطريقه. غادي نحيدوا لها الورق الطبخ، من الاحسن نحيدوه هي عاد سخونه باش ما يلصقش عليها. شوفوا معايا كيفاش كتجي رطبه ومهويه من الداخل، كتجي بصراحة رائعة جدا، وحتى ريحة البيض ما كتجيش كافية، كتجي مهم لذيذة بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتنجح معكم. هنا غادي نقطعها لقسمين، انا هنايا كنعبر باش تجينا متساوية ما يجيش نص كبيرة على الاخر. غادي نقطعها على جوج وغادي نسقيها. هنا بالنسبه للسيرو اللي سقيت به، السيرو ديال الخوخ، كناخذوا الخوخ جوج حبات ولا ثلاثه وكنقطعوهم ونديروا معاهم سكر سنيده بحال استعملنا 3 ديال الخوخات، كنديروا 3 المعالق يكونوا كبار عامرين مزيان بثاني سكر سنيده، ونضيفوا عليهم كاس ديال الماء وكنخليهم يطبخوا واحد شويه ونستعملهم. بالنسبه للطريقه ديال السقي معروفه، الا كان الكيك سخون كيكون السيرو بارد والعكس كذلك. المهم غادي نسقيها هنا مزيان وغادي نمر باش نوجدو الكريمه.
بالنسبه للكريمه غادي نحتاجو الكريم شونتي اللي سبق لي ودرتها في المجمد باش تكون هكا شويه بارده. غادي نطلعها بجوج معالق كبار ديال مركز الخوخ اللي ضفت عليها كاس كبير ديال الماء بارد، يعني عصير ديال الخوخ. انا هنا اعتمدت هالطريقه باش تجيني الكريمه فيها المذاق ديال الخوخ وفي نفس الوقت يعني نكهه طبيعيه. بالنسبه لمركز الخوخ غادي تلقاو ان شاء الله الرابط ديالو في اسفل الفيديو. بالنسبه اللي ما بغاش يستعمل هاد الخوخ يقدر يستعمل كاس كبير ديال الحليب بارد، حتى هو كيجي مزيان كطلع به الكريمه مزيان. هنا من بعد ما طلعت الشونتيي وجات بحال هكا كتجي بصراحه النكهه ديال الخوخ فيها رائعه. انا فضلتها كاني نستعمل كلشي فيه النكهه ديال الخوخ. غادي نستمر بحال هكا، غادي نضيف الكريمه هكا على الكيك ديالنا ونزيد عليه الطبقه ديال الثانيه ونسقيها حتى هي بالسيرو. بالنسبه للطبقه الثالثه غادي نحتاجو فيها كاس ونص ديال عصير الخوخ. بالنسبه اللي مبغاش يستعمل عصير الخوخ يستعمل غير كاس ونص ديال الماء مع جوج ديال الفلون، هاد الفلون داك الصغير بنكهة الفانيلا. غادي نوضع العصير هو الاول ونضيف عليه الفلون. بالنسبه للعصير انا عندي حلو، الا ما استعملتو الماء ديروا 3 المعالق كبار ديال السكر سنين. غادي نحركوهم مزيان ونديرهم على نار اللي تكون مهيله ونبقى مستمرين في التحريك حتى يتبخ واحد شويه. من بعد ما كيتبخ كنحيدو من فوق النار، كنبقاو مستمرين في التحريك كنخليوه حتى يدفى، ضروري خليوه حتى يدفى ما نضيفوهش على التورطه وهو سخون. كنديروا هكا واحد المعلقه من يكونوا نخويو باش ما نخسروش الكريم شونتيي، حيت الكريم شونتيي ما كتبغيش السخونيه. كنبقاو نخويو هكا فوق المعلقه باش ما نخسروهاش. انا هنا ما عنديش الاطار، درت غير ورق الطبخ هكا درته في الجنب باش ما يهبطليش داك الخليط ديال الفلون. صراحه دغيا كيجمد، غير كتدخل الثلاجه واحد شويه كيجمد. غادي هنايا نزينهم بطريفات ديال الخوخ بما اننا دايرينها بالنكهه ديال الخوخ اللي درت لهم شويه ديال العسل عوض ما نديروا الناطاج ديروا العسل. انا هنا بقيت في يعني هكا استعملت الاشياء اللي طبيعيه، ما استعملتش نكهات اصطناعيه، استعملت الخوخ يعني المركز ديال الخوخ والسيرو ديال الخوخ. وحتى باش هكا يبقى داك اللمعان في الفواكه درت شويه ديال العسل اللي يكون داك الخفيف كيجي حتى هو زوين حسن من الناطاج. غادي نزين هكا بشويه ديال الكريمه في الجناب اللي كتبقى عاد تزيين اختياري، كل واحد كيزين كيفاش كيبغي. انا درت هكا شويه ديال الكريمه في الجناب. هذا هو الشكل النهائي ديال التورته، كتجي بحال هكا، كتجي بصراحه لذيذه بزاف ومنعشه وبنكهه طبيعيه. نغتنم الفرصه بما اننا في موسم ديال الخوخ ونستعملوه في هكا في التحليات كيجي صراحه لذيذ بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوا هاد الحلوه وتنال الاعجاب ديالكم، والى فيديو قادم ان شاء الله.